جباية من 15 ألف دينار عراقي إلى 25 من كل سائق عجلة حمل في مداخل كربلاء من الجهة الغربية، تذهب وارداتها للحكومة المحلية، تصل إلى 600 مليون دينار عراقي شهريا. 15 مال جوباية مجلس المحافظة كربلاء، وترى إلى 25 و15 السكين، وياخونا من عندنا خاوة ومن السايق. الله وكيلك من السايق، ما احترضنا ووقفنا وبوي الشارع، وجابونا سوق اسواد، وجابونا شغل على ابو كسره، وجامنا وخير شيء غصبا عينك بدنا نشتغل، لان كدنا تجوب. مواطنون يتساءلون أين تذهب هذه الأموال التي ترد شهريا مقابل عدم رؤية أي إنجاز ملموس على مستوى الخدمات، سوى مشاريع كانت معطلة ويتم تنفيذها الآن. القضية قضية بها فلوس، فما راح يسمعك لا محافظ ولا راح يسمعك مجلس ولا هو المجلس انحل. بس قصدي بشكل عام انه الجماعة بهايطين وبايعجين، فقضية الخمسة مليون أو قضية الجباية هاي القضية أزلية في كربلاء، ولحد الآن وما زالت ما تعرف الأموال شون جاي تصرف، أو من جاي يصرفها، أو من جاي زين من الجهة اللي تاخذ الفلوس. هسه حتى لو المحافظة لازم تكون اكو طرق قانونية، زين وين الرقابة المالية عليها؟ الرسوم اضف الى ذلك يعني اللي بالسيطرات اللي ياخذونها من الترايلات 25 ألف، ومن السكسات يعني 15 ألف، هاي الاموال وين جاي تروح؟ يعني ما شفنا اي شيء من عندها، لا اعمار للطرق، لا سمعنا مثلا فاتحين بها مشاريع. حكومة كربلاء المحلية لم تتعاون معنا لنتعرف على حقيقة هذه الاموال التي هي اموال المواطن الكربلائي، وهنا نطرح ما يطرحه المواطن. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.